وبأول مساحاتنا الصباحية حنخصصها لمساحتنا التربوية. دائما نور وقت اللي بنقول نحن بحاجة لجيل ناجح لأطفال ناجحين، دائما منراهن على الاهتمام المقدم إن كان من المدرسة أو من الكادر التدريسي، وأيضا منراهن على اهتمام التربية بالكوادر التدريسية. صحيح رشا، ودائما ضمن رحلاتنا الصباحية في حصة لنحكي عنها عن أهمية التعليم والتأهيل التعليمي، إن كان عم نحكي عن جاهزية الكادر أو المدارس أو عن جاهزية تعليمية من خلال المناهج اللي عم يتم تعديلها بشكل مستمر. يمكن القطاع التربوي هو قطاع مثل باقي القطاعات تضرر بشكل كتير خلال الأزمة. نحكي عن هذا الموضوع بشكل موسع. معنا الدكتور رامي الضلي، رئيس دائرة التعليم الأساسي في وزارة التربية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح النور. هلا الحقيقة في استفسارات كتير وأسئلة كتير وردتنا عبر صفحتنا، هيك حنحاول ناخذ القسم الأكبر منها. بأول سؤال لحضرتك، تم طرح سؤال عن موضوع نصاب المدرس المثبت أو العقد السنوي. اليوم عم يسألونا عن طريق الصفحة ليش عم يتم إضافة نصاب ثاني أو إضافي للمدرس وعم يكون بكذا مدرسة، وخاصة خلينا نقول بالريف. هذا الشيء عم يسبب عبء كتير كبير على المدرس، إن كان تعب جسدي تعب مادي. واليوم يعني الأجور النقل صارت معروفة بشكل عام، يعني اليوم أكيد، واليوم المدرس ما يعني ما نقدران ترك وظيفته وما عم بيلاقي حل. خلينا نحكي عن الحلول الوزارية. طبعا أسعد الله أوقاتكم وأوقات السادة المشاهدين على قناتنا الإخبارية المفضلة. وبداية أحب أن أنوه إلى مسألة، أن العملية التربوية هي أساسها ومحورها هو الطالب، فعملية تأمين المدرس للطالب هي مسألة أساسية. فالنصاب لزملاء المدرسين هو نصاب معروف ومحدد وواضح، 19 ساعة بالنسبة لزميلنا المدرس المجاز أو المجازة، و 21 ساعة بالنسبة للمدرسين المساعدين. لكن النقطة الأهم والسؤال حول أن لماذا هنالك بعض المدرسين من زملائنا في الأرياف يتحملوا نصاب أحيانا فوق النصاب المحدد لهم. يعني أنا عندي 19 ساعة، حملوني نصاب 5 ساعات، صار عندي نصاب 24 ساعة. فهذا الوضع يتلائم خاصة مع الريف لكون الاختصاص أحيانا غير متوفر لدينا في كل المناطق. فأضرب مثال، وهذا المثال على مادة مثلا الفيزياء أو الرياضيات أو غيرها من المواد العلمية الأخرى. فإذا كان عندي المدرس 19 ساعة وفي نفس المدرسة في عندي شاغر أو في مدرسة قريبة أخرى، هذا الشاغر هو لثماني ساعات، وهو كان نصابه على سبيل المثال ب 17 ساعة، فأكمل نصابه بالثماني ساعات، في منها راح يكون عندنا ست ساعات إضافية. هذه الست ساعات الإضافية ترفع له كتعويض إضافي. صحيح. وهي ليست مجانية، بس هو الفكرة الأساسية هي قرب المكان. يعني هي المشكلة مش بنقول أنه هو تكلف بأكثر من نصاب بأكثر من مدرسة، بس قديش مراعاة ظرف المدرسة. لما نقول قريبة ما عاد فينا نقول قريبة أنه هي بس بين قرية وقرية، لأنه جور النقل صارت مكلفة ومتربة وغير متوفرة أساسا. يعني لما نحكي عن راتب الأستاذ عم نحكي ب 110,000، إذا كان أخذ سقف وعم نحكي 175,000، جور النقل صرنا يوميا بده 2,000-3,000. لو أهلتيني ثواني أنا كنت جاي لها هاي النقطة اللي هن إذا ما بتتخيل كمية الاستفسارات. يعني أنا بدي أحكي بلسان الكل اليوم، كل استفسار ممكن يوصلنا أو يخطر ببال حدا بدنا نحاول نستفسر عنه. أول شيء خليني أوضح نقطة، ليس بلسان الكل، لأنه نسبة كبيرة من زملائنا وفي عدد كبير من المحافظات وفي مراكز المدن لكل المحافظات إما نصابه على الحد القانوني أو يزود أو أحيانا ينقص كثير. في منهم ينقص حتى ما في له نصاب حتى محدد له، أحيانا ينقص ساعتين أربعة إلى آخره. لكن النقطة الهامة أنه ليش عم يتكمل لهذا، وبالتالي هو يتكبد على موضوع النقل أو المواصلات. فموضوع النقل أو المواصلات بالنسبة لإكمال النصاب هو إلزامي في المواد التي لا يوجد لدينا فيها معلم في الأرياف. في المدينة يتوفر لدينا معلمين، يتوفر لدينا كادر من طلاب الجامعات السنة الرابعة أو الخريجين الجدد ممكن يتأمل، لكن في الأرياف إذا الآن قلت لك أمني لي مدرس بريف دير الزور، أمني لي مدرس بريف الحسكة المحرر، أمني لي مدرس بريف الرقة المحرر، مين بده يطلع؟ بينما المدرس المجاز اللي موجود هو إذا أكملت له أنا نصابه بمدرسة قريبة وتكبد عناء محاولة انتقال قريبة بين مدرستين سواء سير أو أحيانا تكلفة بسيطة، وما تكون هاي المسافات بعيدة. يعني مع احترامي لكل زميل يقول إنه المسافات بعيدة جدا، لا ليست بهذا البعد اللي عم نتصور. عن الكل شو وصلنا، لكن يعني من يقوم بإكمال هذا النصاب؟ أنا هنا السؤال، إذا أنا ملزم أني أأمن هذا النصاب
من خلال المدرس المجاز المختص، بينما المكلف هو ليس ملزم. المكلف ما راح يطلع عندي من مركز المدينة، لا يطلع لريف بعيد، وبالتالي يضع أضعاف ما يتقاضاه من ثمن إما ساعات أو وكالة. صحيح. أما داخل الملاك فأنت كبد عناء السفر مع تعويض بسيط، فهذا الأمر التعويض هو التعويض الساعات الإضافية. قد تقول تعويض الساعات الإضافية لا يتناسب، هذا واقع، لا يتناسب مع قيمة الأجور، لكن هي ساعات بسيطة أحياناً تكمل، وما راح يأخذ ساعات أكثر من النصاب اللي محدد له بنصاب مضاعف. طيب راح تكون ساعات بسيطة، لكن أنا هون أمنت المدرس، فالأهم هنا هو الطالب، تأمين الطالب وكادره التدريسي هو الأهم. طيب هات حل أستاذ، اليوم نحن ما لنا قدرانين نحل موضوع النصاب، فينا نرفع شوي التعويضات يعني نغطي شوي نفقات المدرس يعني. أشكرك على هذا السؤال، ضويتي على زاوية قامت فيها وزارة التربية بجهود طيبة وبوركت بمراسيم من السيد الرئيس، هي تتعلق في موضوع تكريم المعلمين. فأعطي المعلمين أول شيء لكل من هو في الصف نسبة 40% زيادة في الراتب. صحيح. الآن راتبه أعلى من أي موظف في الدولة. النقطة الثانية، طبعا ما نقول أنه هو العالي اللي يغطي التكلفة، لا أكيد هي يعني راتب صار أفضل من غيره، لكن النقطة الثانية وهي أيضا نقطة هامة، الساعات اللي يتقاضاها إضافية تضاف له مع 40% مع تعويض آخر، هذا التعويض للمناطق النائية، لكل مدرس يذهب إلى أي منطقة نائية أو حتى وإن كان هو من أبناء المناطق النائية ويدرس فيها أو مناطق شبه النائية له تعويض آخر 30%، صار 70% من الراتب. في تعويضات أخرى سعت فيها الوزارة جاهدة، حققت منها هاي الشطرين اللي تحدثنا عنها اللي هو تعويض المناطق النائية وتعويض المعلمين داخل الصف، وأعطت حتى لمن هم ليسوا داخل الصف من الإداريين اللي لهم دور في الإشراف على العملية التربوية وتسييرها، لأن العملية التربوية لا تتعلق فقط بالمعلم داخل الصف. صحيح. في إلها جهود تتكامل بدءا من زملائنا في المجمعات إلى الإدارات الفرعية يعني مديريات التربية. صحيح. إلى الإدارة المركزية يعني الوزارة، فأيضا أعطتهم تعويض، هذا التعويض يتناسب حسب طبيعة كل عمل، منها ما يصل إلى 40% ومنها ما ينخفض إلى نسبة 30 أو 20 أو 10%. طيب خلينا نحكي، لما نقول على لسان الكل لسان جميع الاستفسارات اللي عم توصلنا عن لسان كل المدرسين، لهيك عم نسأل كثير، خلينا نحكي عن حال التعليم بالريف، خلينا نحكي عن واقع التعليم بالريف. نحن بنهاية 2022 مع بداية 2023 أكيد في جهود كتير كبيرة عم تقوم فيها وزارة التربية، وقلنا ببداية حديثنا أنه القطاع التربوي مثل باقي القطاعات تم استهدافه خلال الحرب في سوريا بشكل جدا كبير، يعني عم تقوم إعادة تأهيل جميع المدارس حتى على نقص الكوادر التدريسية، عم تحاول وزارة التربية تأمين جميع نقص الكوادر التدريسية في المحافظات. فخلينا نحكي عن منطقة الريف، حال التعليم بمنطقة الريف كيف؟ في خطة كمان عم تقوموا فيها مع بداية العام الجديد، حققتوا الأهداف بهي العام اللي كنتوا حاطينها بالبداية؟ نعم، الريف لكل محافظة هنالك ريف واسع عدا باستثناء مركز مدينة دمشق، فهي محافظة مستقلة ريف دمشق أو معزولة إداريا. يعني الجانب الهام فيها أن كل أرياف المحافظات مغطاة بجزء كبير وجيد من زملائنا المعلمين، ورفضت الوزارة في المسابقات الأخيرة اللي هي مسابقات العقود اللي وردت في عام 2018 و2019 و2021 و2022 كلها رفضت فيها أبناء الريف وغطت المدارس في الريف. النقطة الأخرى أيضا مسابقات زملائنا المجازين اللي جرت عن طريق التنمية الإدارية في هذا العام خصصت وفق المجمعات، وفي الأعوام السابقة أيضا خصصت ووزعت وفق المجمعات. النقطة الثالثة أيضا زملائنا اللي تقدموا لمسابقة تثبيت الوكلاء وتم تثبيتهم بعام 2019، كل هؤلاء تم تثبيتهم لصالح الريف. طبعا تقول لي في قسم منهم ينزل الى المدينه، شيء طبيعي حسب الحاجه في كل مدينه، وهذا التوزيع انا لا اقول ان الريف لدينا مغطى تماما، لكن هنالك اكمال من وكلاء او مكلفين من ابناء الريف انفسهم يقوموا بعمليه التغطيه للنصاب والساعات، لكن هذا لا يعني ان اقول ان امور الريف بشكل ممتاز تفوق امور المدينه، لا هنالك تفاوت، وهنالك لدينا بعض المدارس في الريف نعم لدينا في نقص في الكادر يغطى بمكلفين وبوكلاء، نعم هذا واقع، والحالة هي حالة صحية. لماذا حالة صحية؟ الآن أضرب مثال، وإحنا الآن نتحدث قد لدينا في مجموعة من المجمعات أو المدارس أو مراكز المدن في الأرياف أو المدينة في كل مديريات التربية أقل شيء يتقدم لإجازات أمومة أو إجازة صحية أو حالة وفاة أو استقالة أو تقاعد أو إنهاء خدمة لزميل أو زميلة، فصار عنده اليوم يجوز به، إحنا نتحدث الآن شواغر قد تحدث عدد كبير قد تصل إلى 10 أو 20 شاغر خلال يوم واحد،
فبالتالي عملية الشاغر هاي حالة طبيعية مع المسابقة المركزية تحدث. حتى مع المسابقة المركزية الآن إذا معلمة بدها تتقدم بإجازة أمومة مين بده يمنعها؟ حقه بالقانون. إذا مدرس صار في عنده حالة وفاة حقه بالقانون يأخذ إجازته. مدرس إنها خدمته أو التحق بخدمة إلزامية هذا واجب. إذا بدي أنا أغطي شاغره بوكيل، فهاي حالة طبيعية أن يكون في عندنا شواغر. ما أقول إنه كل شواغرنا مغطاة، لا، في عندنا شواغر وتغطى بشكل آن من مكلفين ووكلاء. لكن أنوه إلى مسألة، هنالك كثير من مدارس الريف وخاصة مراكز القرى الأساسية مغطاة بشكل جيد، قد تفوق أحياناً بعض مدارس حتى المدن. صحيح. ودليلنا على هذا إنه كثير عندنا دائماً يطلع عندنا من المتفوقين والمتميزين على مستوى المحافظات، ليسوا من أبناء فقط مراكز المدن، لا، أيضاً من أبناء الأرياف أيضاً. كونه عم نحكي عن سد الشواغر اليوم، كيف عم يتم سد الشواغر ضمن المدارس؟ خلينا نحكي عن قرار تكليف طلاب الجامعات إن كان بالوكالة أو بالساعات أو الوكالة الاختصاصية. هذا القرار عم نشتغل عليه وزارة التربية؟ طبعاً هو القرار يسمى قرار الوكالة الاختصاصية. للوكالة عندنا أحب أن ننوه إلى نوعين. الوكالة الأولى وهي الوكالة اللي تكلف فيها إحدى زميلاتنا أو زملائنا الوكلاء من خارج الملاك لسد شاغر مؤقت أو دائم أحياناً يكون طول السنة، يعني بدل من شاغر أو آني، يعني بدل من إجازة أو إجازة أمومة أو حالة وفاة أو إنهاء خدمة أو غيرها. هذا السد يكون بتكليف لوكالة مؤقتة من صف الأول إلى السادس، تسمى وكالة، وكالة أيام. النوع الثاني اللي هو الوكالة الاختصاصية، واللي العام الماضي السيد الوزير وجه فيها لتغطية الشواغر وخاصة في بعض المناطق الأرياف المحررة لكون أهلها عانوا من ويلات الحرب والعصابات الإرهابية، فاضطررنا إلى تسخير كل الجهود. من ضمنها تعاون زملائنا في الجامعات، ومشكورين كل رؤساء الجامعات، تعاونوا مع مديريات التربية إلى حث الطلاب ممن هم لديهم مواد حمل فقط أو أحياناً مادة أو مادتين على التخرج للقيام بأخذ هذه الوكالة. ما الغاية من الوكالة الاختصاصية؟ هي بدل من أن تكون ساعات تكليف وقيمة الساعة منخفضة، تكون معاملة الوكيل إن حقق النصاب المطلوب للمادة الاختصاصية، 19 ساعة للمادة الاختصاصية للمجاز و27 ساعة بالنسبة للاختصاص القريب. الساعات انا ما راح يتم تحويل، لا، حولنا الى وكالة اختصاصية. هو تم تحويل خلص بشكل عام، ما عاد في حدا بيتكلف ساعة؟ لا، في عندنا احيانا ساعات وساعات موجودة. سنعمل عن اجور الساعات. نعم. بالمستقبل القريب ممكن يتم درست، والان في صدد دراسة جديدة، والسيد الوزير وجه برفع قيمة هذه الساعات. لكن انوه الى نقطة بسيطة، ان هذا الموضوع لا يتعلق فقط بوزارة التربية، هنالك جهات اخرى هي تشاركية اكيد. نعم، بحاجة الى مساعدتنا في استصدار القرار، يعني وزارة المالية تساعدنا، مشكورة دائما برفع هذا الجانب من الجانب التعويضات للمعلمين. طيب خلينا نحكي معك دكتور رامي عن تشكيلات المعلمين، كل فترة بيقوم بتكون في تشكيلة للمعلمين، عم يجينا استفسارات كيف بتم تشكيلات المعلمين، يعني كل فترة بتتغير أو حسب كل المنطقة بيكون في تشكيلة معينة، على أي آلية أنتم بتشتغلوا بتشكيل المعلمين؟ نعم، طبعا التشكيلات لها قوانين وأسس، لها قواعد محددة، أهمها على الإطلاق أن أي شاغر يحدث إذا تقدم أكثر من طرف إلى هذا الشاغر يؤخذ الأقدم وظيفيا. في حال التساوي في القدم الوظيفي هنالك أسس أخرى، على سبيل المثال ترتيبه في المسابقة إذا كان هو منقول من محافظة أخرى أو من نفس المحافظة وهكذا. النقطة الأخرى الهامة، في حال وجود فائض أحيانا في المدرسة، تقول كيف لي فائض، أحيانا تقليص شعب، فيكون في عندي فائض معلم أو معلمين اثنين أو غيرهم أو أكثر، فنضطر إلى إخراج معلم يخرج الأحدث دخولا إلى المدرسة. في حال وجود حاجة إلى تشكيلات معلمين في مدارس محدثة جديدة، هنا ننظر في الطلبات المقدمة طبعا من خلال مديريات التربية، تدرس الدوائر المعنية، مدارس التعليم الأساسي تدرس من قبل دائرة التعليم الأساسي، مدارس الثانوي من قبل دائرة الثانوي، مدارس المهني من قبل دائرة المهني، هاي الثلاثة الاختصاصية، إضافة إلى نقطتين أخرى اللي هما التربية الرياضية تدرس من قبل دائرة التربية الرياضية، ومشرفية الأنشطة اللاصفية من قبل دائرة الأنشطة اللاصفية والجاهزية، وهذه الدراسة تتم وفق الأقدم وظيفيا والأعلى شهادة أيضا، يتم تشكيل المدرسة لهذا الكادر إذا كانت مدرسة جديدة ومحدثة أيضا. تمام. دكتور خلينا نحكي عن موضوع تسريب بعض الأطفال من المدرسة، كان في برنامج عم تشتغلوا عليه استعدوا للمدرسة، خلينا نحكي اليوم وين وصلتوا بهذا المشروع، ونحكي إذا اليوم في إحصائيات من وزارة التربية بعدد الأطفال يلي متسربين من المدرسة.
طبعا مو تسريب، احنا نقوم بالتسريب، نحن نقوم بعودة الأطفال. التسرب المدرسي، فالتسرب المدرسي هذه الحالة موجودة منذ القديم، ونسب التسرب تختلف، لكن ما جرى من حالات تعدي على المدارس أدى إلى تسرب عدد كبير من الطلاب، وهذا التعدي تم من قبل العصابات الإرهابية أو خروج بعض المناطق عن السيطرة. صحيح. فبالتالي أبناء وأطفال هذه المنطقة بالشكل الطبيعي تحرك كل إلى اتجاه، فمن تحرك إلى المناطق الآمنة تحت رعاية الجيش العربي السوري، وأحيي هنا أبطال الجيش العربي السوري والرحمة لشهداء وطننا الحبيب، فله دور هنا كبير بأن يقوم بالالتحاق بأي مدرسة مدير المدرسة. ففورا زملاء مدراء المدارس، وأنا هنا أحيي زملاء مدراء المدارس والمعلمين، كافة زملائنا المعلمين في الميدان لهم كل التحية والإجلال، فهم الأساس لنا في هذا الموضوع، فيقوموا بعملية جذب لهؤلاء الطلاب وعملية تسجيلهم. تسألي قد أنه الكل التحق، أقول لك لا، لأنه في بعضهم التحق في مناطق آمنة وبعضهم الآخر اتجه إلى اتجاهات أخرى. مشروع إيجابي جدا يعني بسبب الظروف، لكن تحسب كنسب تسربية، عم تحسب علينا كنسب تسرب. إذا نحكي عن الفقد التعليمي بسبب ظروف الحرب، في جهود جبارة قامت طبعاً في وزارة التربية طبعاً. يعني حاولت خلال خلينا نضوي عليها سريعا، خلينا نحكي عنها سريعا، لأنه حاولت تختصر السنوات لخسرة الطالب. راح نتحدث في إطار عملنا في مجال الأساسي سريعا. أول شيء، يحق للطالب حتى وإن لم يكن يمتلك أي وثيقة الالتحاق بأي مدرسة. ثانيا، إن كان فاقد لديه عمري تقوم بتعويضه من خلال منهاج الفئة بي. يعني أحيانا فقد مدرسته لسنتين ثلاث خمسة، يقوم بتعويضه فورا في الفئة بي. أيضا حققت وزارة التربية أيضا نقلة نوعية من خلال تطوير منهاج الفئة بي. أيضا زملائنا المعلمين في كل مناطق أو مدرسة كانت تخرج عن السيطرة، تقوم فورا وزارة التربية باستقبالهم في أي مدرسة قريبة له يرغب الالتحاق فيها، أو في أي منطقة تعليمية، بل وأكثر من ذلك في أي محافظة أخرى، فورا تحديد مركز عمل كان يتم لمعالجة وإبقاء الكادر حتى لا يصبح أيضا عندي ليس نزف في أعداد التلاميذ والطلاب، أيضا يصبح عندنا نزف في أعداد زملائنا المعلمين في الكادر التعليمي والتدريسي، فنفقد كادرنا. النقطة الأخيرة اللي أحب أنوه عليها أيضا، رغم هذه الظروف كلها كانت وزارة التربية وتبقى دائما تمشي في مشوار تطوير المناهج ومواكبتها وفق تطورات العصر الحالي. هي كلها نقلات نوعية حققتها وزارة التربية أثناء فترة عملية الحرب. لو ما فينا نذكر الجهود الجبارة اللي قامت فيها وزارة التربية، يعني تشكر، وتحياتنا لكل العاملين بوزارة التربية. دكتور رامي، بدنا نشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات. كان في موضوع كتير مهم ولكن الوقت داهمنا، كنا بنحكي على موضوع الناس ضاجت من المنهاج وصعوبة المنهاج المرحلة الابتدائية، ولكن رح نخليه لحلقة تانية إن شاء الله. أهلا وسهلا دكتور، شرفنا. يعطيك ألف عافية دكتور رامي الضلي، رئيس دائرة التعليم الأساسي في وزارة التربية. أكيد يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير لك. تحياتي لكم. أهلا وسهلا.